السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله توكلنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا شيء سهل لما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، هيا راح نديرو الوحدة واحد إن شاء الله من تركيب بروتين، راح نديرو الأنشطة اللي نقدروا عليهم. نبدأ بالنشاط واحد وراح مفيد للهضرة ومختصر للهضرة، نسحق دعم قوي جدا للفيديو هذا، بارطاجيوه في كل بلاصة خاوتي جزاكم الله خيرا، وكتبوا التعليقات ما على باليش أنا، اكتبوا اسامي صحابكم في التعليقات باش يجيو يتفرجوه. المهم انا راح نحكي لكم حاجه، الفيسبوك تاعي هذا هو الفيسبوك تاعي الجديد تاع محمد يوسف، باسكو القديم تاع محمد يوسف ام بلوكاوه، وهذا تاع اللي اسمه السيد المحترم هذا مش تاعي، الفيسبوك هذا تاع واحد الطفل. كي حكيت له باللي تاع واحد الطفل كي عرف باللي بلوكاو لي الفيسبوك تاعي تاع محمد يوسف، اعطاني الفيسبوك هذا باش نكمل نبث لكم فيه انا، ياه باش نكمل نحط لكم فيه لي فيديوهات تاع القرايه. ادعيوا له ثاني بالخير، قال لي هاو فيسبوك كان عندي زايد هاك ديه وخلاص واللي بث فيه خلاص. ما بالنسبه اللي كانوا متابعين على فيسبوك محمد يوسف او راح بلوكا هولي تبلوكا من الفيسبوك، هذاك كي تبلوكا لك فيسبوك ويكتب لك انتهت صلاحيه الجلسه تاع راح الفيسبوك ما يزيدش يولي خلاص، هنينا منه راح راح الله يسهل عليه. سما جميع التلاميذ اللي كانوا، ما على باليش قداه كاين تلميذ، كان واحد 600 تلميذ ولا 400 تلميذ في السيد المحترم، عاودوا وليوا هنا بعثوا لي ميساج هنا، ونسحقكم ديروا نكز للفيسبوك هذا باش ما يزيدش يروح كيما راح محمد يوسف وخلاص. هاي بسم الله الرحمن الرحيم نبداو تركيب البروتين الوحده الاولى، وين عدت لك باللي العنكبوت زعما لهنا حط لك طاقم العنكبوت بانتاج كميات كبيره ومعتبره من الخيوط لبناء بيتها الذي يقوم في ان الواحد بدور الصياده. لا 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 لا، المهم اللي يهمنا هو ان خيوط العنكبوت تتكون اساسا من بروتين يدعى البارورين، من البروتين يدعى الفابروين، من بروتين يدعى الفابروين. هكا روحوا لهنا. النشاط واحد هاي نشاط واحد خاوتي، بسم الله الرحمن الرحيم اصبروا. هاي قال لي تعرفت سابقا على ان جزيئة الاضيان تتواجد في النواة عند حقيقية النواة، وهي تحمل المعلومات الوراثية، بينما تتواجد البروتينات في السيتوبلازم، وي كنا نعرفوها في الدوزيام والبروميير. فما هي العلاقة بين المورثات المتواجدة في الأديان والبروتينات تاع السيتوبلازم؟ وش هي العلاقة ما بين المورثات اللي في الأديان والبروتينات الموجودة في السيتوبلازم؟ هاو عندي هذه، وش هي هذه؟ خلية، هاو عندي بروتين واحد، بروتين زوج، بروتين ثلاثة، هاو عندي قطعة الأديان، هاي عندي نواة، وهادو اللي بويض هادو ام ثقوب نووية، وهادو البويض ام ثقوب نووية، طبعا هادي سيتوبلازم ولا نقولو هيولة. قال لك دعمت المعلومة الوراثية، دعمت المعلومة الوراثية هي لاديان، علاه؟ باسكو شوف القطعة هادي من لاديان، نقولو قطعة ولا مورثة من لاديان، شفرت لنا على تركيب بروتين واحد ها، والمورث هادي شفرت لنا على تركيب بروتين واحد، والمورث هادي شفرت لنا على تركيب بروتين واحد، او شفرت لنا على بروتين واحد، كل واحدة منهم شفرت على بروتين واحد. إذا ما هو التعبير المورثي؟ مفهومه التعبير المورثي يقصد به التعبير عن المعلومة الوراثية اللي يحملها الأديان على شكل بروتين خلال مرحلتين الاستنساخ والترجمة. دوك نشوفوا وش يعني الاستنساخ وش يعني الترجمة. اول شيء النشاط هذا ان شاء الله راح نقراو فيه مقر تركيب البروتين، في النشاط هذا راح ندرسو مقر تركيب البروتين. وش قال لي؟ قال لي من المعروف ان البروتينات هي الجزيئات الحيويه الهامه تقوم بادوار هي جزيئات حيويه هامه تقوم بادوار متعدده في الكائنات الحيه، وان الخلايا الحيه تتميز بقدرتها على تركيب البروتينات التي تحتاج اليها لاداء وظائفها المختلفه. فما هو مقر تركيب البروتين داخل الخليه؟ هاي عندي خلية وشو مقر. قال لك لإظهار مقر تركيب البروتين لغرض تحديد مقر تركيب البروتين داخل الخلية، تم حضم خلايا عنقودية للبنكرياس، هزوا لنا خلايا عنقودية للبنكرياس حطوها في وسط يحتوي على أحماض أمينية موسومة بعناصر مشعة، هزوا الخلية اللي فيها هزوا الخلية العنقودية للبنكرياس وحطوها لي رموها في وسط، في الوسط ذاك مجموعة من الأحماض الأمينية موسومة بعناصر مشعة، يعني الأحماض الأمينية هذه
تسمح لي دوك نشوفوا بقى واش تسمح لي. المهم احماض امينيه موسومه بعناصر مشعه بعد مضي فتره قصيره 3 دقائق عن طريق تقنيه التصوير الاشعاعي الذاتي. يحفظ مبدا تقنيه التصوير الاشعاعي الذاتي. بعد اكتبوا في لي كومونت لا ما عندكمش مبدا تقنيه التصوير الاشعاعي الذاتي. ها هو يحفظ باسكو قادر يقول لك اذكر مبدا تقنيه التصوير الاشعاعي الذاتي. وعن طريق تقنيه التصوير الاشعاعي الذاتي تم الكشف عن مواقع البروتينات المشعه. تم الكشف عن الاله المشعه البروتينات راح تكون باسكو الاحماض الامينيه. وش هي الاحماض الامينيه؟ كانت موسومه بعناصر مشعه اوتوماتيك البروتين يتكون من مجموعه من الاحماض الامينيه مرتبطه ببعضها البعض بواسطه روابط تكافؤيه وغير تكافؤيه. الاحماض الامينيه ديك اللي تكون منها البروتين وش هي؟ راح هي اخي الاحماض الامينيه اللي تكون منها البروتين موسومه بعناصر مشعه، اذا حتما البروتين اللي راح يظهر مشع. طبعا في مناطق مشعة. تم الكشف عن مواقع البروتينات المشعة، الوثيقتين 1 و2 تبين ذلك. شوف هاي البروتينات المصنعة، نقاط السود هذه، صورة بالمشعل الإلكتروني لجزء من خلية حيوانية معالجة بتقنية التصوير الإشعاعي الذاتي لإظهار مواقع البروتينات المتشكلة حديثا انطلاقا من أحماض أمينية موسومة بعناصر مشعة. وهذه وش هي؟ رسم تخطيطي لخلية بنكرياس متحصل عليها من التجربة السابقة. تظهر مواقع وجود الإشعاع باللون الأحمر. الخلية هذه تظهر لي مواقع وجود الإشعاع باللون الأحمر. دقيقة برك. هكذا أحسن. باللون الأحمر وش قال لي؟ قال لي ما هي المعلومة التي يمكن استخلاصها من تحليل الوثيقتين 1 و2؟ قال لي حلل الوثيقة 1 وحلل الوثيقة 2. أنا دائما قبل ما نمد التحليل نمد عنوان. حتى في الوثائق هذو نمد عنوان، نعم، وفي المنحنيات نمد عنوان، نعم، في كلش تمد عنوان، إلا في الجدول، في الجدول ما يحتاجش تمد عنوان. إذا وش نقولوا؟ وش نقولوا؟ نقولوا بعد ملاحظة الوثيقتين، ما هي المعلومات التي يمكن استخلاصها بعد تحليل الوثيقتين 1 و2 حول مقر تركيب البروتين؟ إذا نبدأ نحلو. الوثيقة 1 تمثل رسم تخطيطي لخلية البنكرياس المتحصل عليها. رسم تخطيطي لخلية بنكرياس عُملت أو وضعت في وسط يحتوي على عناصر أو أحماض أمينية مشعة، حيث نلاحظ وجود الإشعاع على مستوى ريبوزومات أو على مستوى الشبكة الهيولية الفعالة وريبوزوماتها. ونلاحظ وجود الإشعاع أيضا على مستوى الحويصلات الإفرازية. هاي على مستوى الحويصلات الإفرازية خلاص. والثانية هي صورة بالمشهد الإلكتروني لجزء هي نقول الوثيقتين هي صورة بالمشهد الإلكتروني لجزء من خلية حيوانية معالجة بتقنية التصوير الإشعاعي الذاتي التي تظهر لنا مواقع التي تظهر لنا مواقع وين راحت التي تظهر لنا مواقع البروتينات المشعة المتشكلة حديثا، حيث نلاحظ أن البروتينات المصنعة متواجدة في الخلية باللون الأسود الداكن. خلاص باللون الأسود الداكن. هذا تحليل مختصر جدا، هذا تحليل مختصر جدا، هاو تحليل الوثيقتين. قال لي أنا نعطيكم معلومة قبل لا خاوتي، علاه ينطق واحد يقول الشيخ أخويا ولا يقول محمد يوسف علاه حطوا الأحماض الأمينية وإحنا حابين نشوفوا مقر تركيب بروتين؟ نقول لك نعم، الأحماض الأمينية وين تبقى؟ تبقى في السيتوبلازم. ممتاز. إذا هما كيحطوا الأحماض الأمينية في السيتوبلازم، حطوا الأحماض الأمينية موسومة بعناصر مشعة، وهم على بالهم باللي الأحماض الأمينية راح تبقى في السيتوبلازم مكان تواجدها في الهيولة. إذا أحبين يأكدوا معلومة إنه أسكو صح البروتين يتم تركيبه في الهيولة ولا لا. قال لك ما هي المعلومات؟ تقول له يتم تركيب البروتين عند حقيقيات النواة في الهيولة، في هيولة الخلايا انطلاقا من أحماض أمينية الناتجة عن الهضم. انطلاقا من الأحماض الأمينية الناتجة عن الهضم، يعني الأحماض الأمينية ديك اللي نتجت من عملية الهضم. وأيضا عند بدائيات النواة يتم تركيب البروتين في الهيولة أيضا عند بدائيات النواة. روحوا لهنا ديركت. انتقال للمعلومة الوراثية. أمكن التوصل إلى أن المعلومات الوراثية المتواجدة في النواة تشرف على تركيب البروتينات في السيتوبلازم ولا نقول الهيولة من خلال مكتسباتك حول مقر المعلومات الوراثية وما توصلت إليه في التجربة السابقة حول مقر تركيب بروتين. اقترح فرضية أو فرضيات توضح كيف يتم ذلك. كيف حتى يتم تركيب البروتين
من خلال مكتسباتك حول مقر المعلومات الوراثية. مهم حابين يعرفوا كيف تقدرك تخرج المعلومة الوراثية. أخي لاديان موجود فيه، واش في لاديان موجود في النواة، كيف حتى تخرج المعلومة الوراثية من النواة حتى الهيولة ويتم تركيب البروتين. قال لك اقترح فرضية. ملاحظة، كون يقول لك اقترح فرضية تمدها له غير صحيحة. كون يقول لك اقترح فرضية وحدة تمد له وحدة برك وتكون صحيحة، وكون يقول لك اقترح فرضية تمد له وحدة فرضيتان مثلا تمد له وحدة صحيحة وحدة غلطة، وكون يقول لك فرضيات تمد له على الأقل فيهم وحدة صحيحة. إذا احنا الفرضية اللي راح نمدوها صحيحة، يتم انتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولة بواسطة واش؟ بواسطة ار ان ام، بواسطة جزيئة الار ان ام التي تعمل على نقل المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولة هكا. والفرضيات أو يخرج الأديان، يخرج الأديان من وحدة، أخي قلنا وحدة صحيحة وحدة غلطة، يخرج الأديان من النواة إلى يخرج الأديان من النواة إلى الهيولة قصد تركيب البروتين. هاي وحدة غلطة. التحقق من الفرضيات. لغرض التحقق من صحة إحدى الفرضيات قمنا بإجراء تجربة وضعت فيها 3 مجموعات من خلايا الوسط تحتوي على أحماض أمينية موسومة بنظير مشع. التجربة هذه طاحت في الباك، ركزوا. المجموعة الأولى، وش فيها المجموعة الأولى؟ المجموعة الأولى خلايا أصلية لكريات دم حمراء لأرنب والتي لها القدرة على تركيب الهيموغلوبين. المجموعة هذه هي خلايا أصلية لكرات الدم الحمراء أو الرنب، عندها القدرة باش تركب لي الهيموغلوبين. والمجموعة الثانية فيها خلايا بيضية للضفدع، والمجموعة الثالثة فيها خلايا بيضية للضفدع بالصحة محقونة بالآران، محقونة بالآران الذي واش الذي تم عزله وتنقيته من الخلايا الأصلية لكريات الدموية الحمراء تاع الأرنب. يعني هزوا لي الآران أم ورا ما تم تركيبه في تاع خلايا الأرنب، هزوه وحطوه لي لهنا. وقال لك تم عزله وتنقيته من الخلايا الاصليه لكريات الدم الحمراء للارنب، تم استخلاصه في سل البروتينات التي دمجت التي ادمجت الاحماض الامينيه المشعه بواسطه تقنيه التسجيل اللوني وتحديد مواضعها وكميه الاشعاع فيها بتقنيه خاصه. نتائج تجربه موضحه في الوثيقه هذه، الوثيقة 3. شوف اش تلاحظ انت، عندي 3 مجموعات، مجموعة 1، 2، 3. المجموعة الأولى فيها واش؟ فيها هذا الهيموغلوبين الاش بي. المجموعة الثانية فيها بروتينات خاصة بخلايا بيضية. المجموعة الثالثة شوف هذا ولا احنا كيفاه في المجموعة الثالثة تاع الخلايا البيضية للضفدع لقينا الهيموغلوبين، هذا لقينا الهيموغلوبين إضافة للبروتينات الخاصة بالبيضية، البروتينات الخاصة بالخلايا البيضية تاع الضفدع الأصلية. سما هذاك فحتى وصل فحتى جله. سما درك المعلومة اللي تحيرنا، كيفاه ركبت المجموعة الثالثة بروتين الهيموغلوبين؟ كيفاه ركبت المجموعة الثالثة هذا البروتين تاع الهيموغلوبين؟ كيفاه؟ ما تنساش باللي المجموعه الثالثه قال لك هزينا لاران ام من المجموعه الاولى اللي هي تقدر تركب لنا الهيموغلوبين، وحطيناها وين؟ في هيوله المجموعه الثالثه، في هيوله خلايا المجموعه الثالثه، فتمكنت من تركيب الهيموغلوبين. اذا بعد ما نحلل الوثيقه الثالثه واش نقول له؟ نقول له وضعت 3 مجموعات في وسط يحتوي على احماض امينيه مشعه. المجموعه الاولى خلايا اصليه لكريات الدم الحمراء لارنب التي لها القدره على تركيب الهيموغلوبين. المجموعة الثالثة الخلايا البيضية للضفدع، والمجموعة الثانية خلايا بيضية للضفدع، والمجموعة الثالثة خلايا البيضية للضفدع محقونة بالأرانب تم عزله من الخلايا الأصلية لكرات الدم الحمراء. ماذا تستخلص أو ماذا تلاحظ؟ نلاحظ هيا نديرو تحليل مقارنة السعي للمنحنيات. هيا نديرو تحليل مقارنة. نقول لك يبين التحليل المقارن للمنحنيات الثلاث هادو، يبين تحليل المقارن للمنحنيات الثلاث أن الخلايا البيضية للضفدع قد صنعت الهيموغلوبين، بالإضافة إلى بروتيناتها الخاصة اللي هما هادو الخلايا البيضية إضافة لهادو البروتينات الخاصة بالخلايا البيضية. قال لك الآن إنها صنعت الهيموغلوبين إضافة إلى البروتينات الخاصة بالرغم من غياب مورثة التي تشفر عن تركيب الهيموغلوبين. ما كانش عنده هذا، المجموعة الثالثة ما عندهاش أديان يشفر لي عن تركيب الهيموغلوبين. يعود هذا ماذا تستخلص؟ يعود هذا إلى وجود آران الخلايا الأصلية لكريات الدموية الحمراء والمستخرجة من المجموعة 1 والتي وضعت في هذه الخلايا البيضية.
احنا اخي ما تنساش باللي في الاول نحينا الار ان ام وين من المجموعه الاولى من الخلايا الاصليه لكره الدم الحمراء، نحينا الار ان ام خيا دركا عندها لاديا، بالتالي راح تنتج لي الار ان ام بعد نشوفها في الاستنساخ. الار ان ام هذاك اللي نحيناه بالتحديد نوعه ار ان ام هذا اللي وضع، هزينا الار ان ام هذا وحطيناه وين حطيناه؟ حطيناه في هيولى الخلايا هذه، في هيولى الخلايا هذه، الخلايا البيضية هذه كي حطينا لها الار ان ام في هيولاها ترجمت لي المعلومة الوراثية من اللي تكون نووية عبارة عن ار ان ام الى بروتينية وهو مجموعة من الاحماض الامينية مرتبطة ببعضها البعض، وبالتالي تم تركيب الهيموغلوبين، تم تركيب الهيموغلوبين. اذا فعلا تنتقل المعلومة الوراثية، اكدت لي الفرضية الاولى اللي تقول تنتقل المعلومة الوراثية من الاديان الى الهيولى بواسطة ار ان ام، بواسطه جزيئه الار ان ام. نروحوا لهنا درك، ما باليش لا راح يتكوب الفيديو ولا لا. نروحوا لهنا، تم في تجربه اخرى تحضين خلايا حيوانيه لفتره قصيره في وسط يحتوي على اليوراسيل المشع، اليوراسيلة المشع، ثم حولت الخلايا الى وسط بيوراسيل عادي وتركت لفتره اطول. نتائج التصوير الذاتي في الحالتين موضح في الوثيقه رقم 4، موضح لي في الوثيقه رقم 4. وش قال لي؟ قال لي شوف شوف، انا بعد فترة قصيرة شوف شوف وين كان اليوراسيل بعد فترة قصيرة، هذه قبل هذه بعد فترة قصيرة، شوف اليوراسيل خير اليوراسيل ومشع، وبعد فترة طويلة شوف وين ولا، ملي كان في النواة ولا للهيولة. وهاو رسم تخطيطي عندك باللي في النواة هاو السيتوبلازم كان اليوراسيل، لا بعد فترة طويلة ولا اليوراسيل هذا ما بقاش غير في النواة، ولا في النواة وفي الهيولة. إذا علي سبب استعمال اليوراسيل المشع. أخوتي شفتوا اليوراسيل المشع هي قاعدة أزوتية، هي قاعدة أزوتية ولا نقول نيكليوتيدا، هي قاعدة أزوتية ولا نيكليوتيدا تميز الار ان ام. اليوراسيل هي قاعدة أزوتية ولا نيكليوتيدا تميز الار ان ام. هكا على ديك استعملوها. ما هي المعلومة الإضافية المستخلصة من تحليل الوثيقة 4؟ الوثيقة 4 تمثل نتائج، هو قال حقنا تم في تجربة تحضين خلايا حيوانية لفترة قصيرة تحتوي على اليوراسيل المشع، ثم حولت الخلايا إلى وسط به يوراسيل عادي وتركت لفترة أطول. إذا في التجربة هذه هي نتائج وضع يوراسيل مشع في خلايا في الخلا نتائج وضع يوراسيل مشع في الخلايا. أصبر نديرو عنوان أحسن، أصبر. إذا نقولوا الوثيقة 4 تبين نتائج تجربة تم فيها حضن الخلايا الحيوانية في وسط يحتوي على يوراسيل مشع، ثم تحويلها إلى وسط به يوراسيل عادي، حيث نلاحظ عند وضع الخلايا الحيوانية في وسط به يوراسيل مشع في وسط به يوراسيل مشع تمركز إشعاع اليوراسيل على مستوى النواة، وعند نقلها من وسط به يوراسيل مشع إلى وسط به يوراسيل عادي غير مشع وتركها لفترة أطول لوحظ انتقال الإشعاع أو خروج إشعاع الناتج عن اليوراسيل المشع من النواة إلى الهيولة، من النواة إلى الهيولة. الاستنتاج نقولوا نستنتج من التجربتين السابقتين، نقولوا يستنتج من نستنتج من التجربتين السابقتين أن اصطناع البروتينات الذي يتم على مستوى الهيولة تحت إشراف، نقول نستنتج من التجربتين السابقتين أن اصطناع البروتينات الذي يتم على مستوى الهيولة تحت إشراف مورثات متواجدة على مستوى النواة والممثلة في الأديان يتطلب وجود وسيط بين النواة والهيولة. تنتقل المعلومة الوراثية إلى مقر اصطناع البروتين، يقصد ريبوزومات الشبكة الهيولية الفعالة. تنتقل المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولة بتدخل جزيئة تدعى بالار ان ام، بتدخل جزيئة تدعى بالار ان ام. طبعا انا راح ننشر لكم ان شاء الله ملخص خاص بالمشابك، ما زلت وعدتكم به هذاك النهار ونسيته، وملخص خاص ثاني بالوحدة الاولى ورا ما نخلصوها، ملخص خاص بالوحدة الاولى ورا ما نخلصوها. قال لك هل تحققت احدى الفرضيات؟ طبعا ما دام اليوراسيل كان في النواة ومن بعد خرج الهيولة، اذا حتما كان في النواة
دخل هو اليوراسيلي او احدى نيكليوتيدات، او هو النيكليوتيد المميزه للار ان ام. اذا الار ان ام كان في النواه من بعد خرج للهيولة حتما. اذا الار ان ام يدخل في النواه ويخرج في الهيولة، تحققت الفرضيه اللي قلناها في الاول. قال لك اقترح تسمية مناسبة لهذا لاران. التسمية المناسبة هو لاران ام، علاه؟ باسكو هو ناقل، ينقل للمعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولة. كفاية ينقلها كي نوصلوا للاستنساخ. نقول لك هو ينقل المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولة قصد تركيب البروتين. اقترح تسمية مناسبة. مكونات جزيئة الاران ام، هيا ليه ليه خاوتي، هاو جزيئة الاران ام اللي احنا اللي همنا، هذه اللي هي اليوراسيل. الباقي كما الاديان. شوفها، هذه كاينة في الاديان، وهذه كاينة، هادو كل قاعدة من القواعد الازوتية هادو كاينين في الاديان.